ديسلبيديميا. زمان كنا نسميها على فكرة ديسلبيديميا ولا هايبر ليبيديميا، ايش كان لها اسم ثاني؟ كان اسمها هايبر ليبيديميا. هايبر معناها زيادة في الليبيدز، بعدين اكتشفوا انه لا، طب ما هي ال HDL بس تنقص برضو بيكون في مشكلة. يعني اوكي احنا الليبيديميا فيها LDL و VLDL وتوتال كوليسترول تراي جليسرايد، اوكي كل هدول بيزيدوا، فمي ماشي مع هايبر ليبيديميا. بس لما نيجي عند ال HDL اللي هو الليبيد الكويس اللي بنحبه، لا هيك بصير بنقص، فهو مش ماشي مع هايبر ليبيديميا، تمام؟ فممكن يكون في نقصان، فلقوا انه الافضل نسميها ديس ليبيديميا ديزيز. ديس يعني في نقول اشي ابنورمال، سواء كان هاي هايبر او هايبو، تمام؟ الريفرنس اللي احنا معتمدينه هو في الاي سي سي اتش اي، عم تحكي عن الموضوع خصوصا بالاثيروسكليروتيك ريسك اللي حنحكي عنه بالمانجمنت. بس هو الجايد لاين الاصلي تبع الديسلبيديميا هيو اسمه ان سي اي بي، ناشونال كوليسترول اديوكيشن بروجرام، هذا جايد لاين الديسلبيديميا. بس كونه له ارتباط وثيق بالاثيروسكليروتيك ديزيزز، فدائما احنا بنجيب سيره الاي سي سي اتش اي. اي سي سي اتش اي هذا جايد لاين كبير، فيه الهارت فيلير وفيه الستروك وفي لا اي اس اي الستروك وفيه الستيبل انجينا وان ستيبل انجينا والام اي، هاي كلها موجوده هون اللي هي امريكان كوليدج اوف كارديولوجي، كل امراض الكارديولوجي، تمام؟ طيب نيجي اذا بنتذكر هاي ليش هيك كبيرة؟ طبعا في شوية هون باثوفيسيولوجي، مش كتير حدخل في ديتيلز تبعتها. اه يا جماعة المفروض انه انتم شرحت لكم بالباثوفيسيولوجي ديتيلز تبعت اللايبو بروتينز. هلا احنا اذا بنتذكر احنا الليبتس الليبتس البلد الميجوريتي تبعته البلد، لو احنا قسمنا البلد او عملنا اناليسيز له، هل هو كميديا هيدروفيليك ولا لايبوفيليك؟ البلد الدم هيدروفيليك هيدروفيليك صح؟ اصلا لو قسمته بلاقي 90% منه مي، فهو هيدروفيليك ميديا. عشان هيك اجت مبدا انه طيب الليبيدز لايبوفيليك وبدها تمشي بالبلد، كيف بدها تمشي؟ ما هي لو هي ليبيدز از از رح تلزق بالوول تبع الفيزلز، تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى خلاها تمشي على شكل لايبوبروتينز. لايبوبروتينز من برا السيرفيس تبعها هو هيدروفيليك سيرفيس، وجوا مخبي الليبيدز زي ما بدا ايش الصابونه، انه من برا تمشي مع البلد كومباتبل مع البلد، تمام؟ وبتمشي مع الهيدروفيليك ميديا، وجوا مخبيين احنا الكوليسترول والليبيدز، من هون جاي اللايبوبروتينز. فالكوليسترول ترايجليسرايد فوسفوليبيدز ترانسبورت، هدول كلهم ليبيدز اشكال مختلفه من الليبيدز، ترانسبورتد ان بلاد اللي هو البلاد هو الهيدروفيليك على شكل كومبلكس اسمه لايبوبروتين. السيرفيس الخارجي من اللايبوبروتين هيدروفيليك والداخلي هو الليبيدز، تمام؟ هلا الكوليسترول هو اللي بيلعب دور بالاثيروسكليروسيس، هاي يعني جمله كثير بدري عليها بعدين نحكي عنها. اللايبوبروتين هذا الشكل الازرق اللي من برا هيدروفيليك سيرفيس ومن جوا ليبيدز، انواع عندي كم نوع؟ 1 2 3 4 5، عندي 5 انواع من اللايبوبروتينز. في ال دي ال، اي دي ال، ال دي ال، لايبوبروتين اي بس هذا مش كثير نحكي عنه، والاتش دي ال. يعني الاهم انواع هم نحكي عنهم هم أربع أنواع، تمام؟ كل ما مشيت أنا من هون لهون هذا السهم، أنا كل ما أمشي هيك إيش بيصير بهدول اللايبوبروتينز؟ خلينا نستنتج من غير ما نحفظ، الشكل بيكبر ولا بيصغر؟ بيصغر السايز، الشكل يعني قصدي أنا السايز، السايز كل ما مشيت من في ال ل اتش دي ال السايز بيصغر. عشان اربط السايز بكميه الدهون، انا لو اجيب مثلا طنجره مي واحط عليها هيك نقطه زيت
او نقطتين زيت، ايش بلاقي الزيت؟ بينزل تحت ولا بيطفو على السطح؟ بيطفو على السطح بيطفو. لا بضل على السطح. يعني بدي اياكم انا تربطوها عشان ما تحفظ وحفظ، بدي تفهم. بيطفو على السطح، طب لما بيطفو بفرش، فزي ما بتحكوا السايز تبعه بيكون كبير، تمام؟ طيب اذا ربطناه هاي انه هو بيطفو، اذا هو بيكون وزنه خفيف ولا تقيل؟ كونه خفيف. 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 وزنه خفيف، اذا الدنسيتي تبعته خفيفة، اذا السايز تبعه كبير لانه بيطفو على السطح. طيب هذا مين؟ الزيت. طب مين هون في زيت؟ اللي هي الكوليسترول او الليبتس. الليبتس هي زيت. طب هاي ال VLDL كونها كبيرة، كونها كبيرة بده يكون فيها زيت كتير ولا؟ اذا قارنت اول واحد ال VLDL بال HDL، هاي حجمها كبير، هاي حجمها صغير، مين تتوقعوا فيه زيت اكتر كونه فارش اكتر وسايزه اكبر؟ سايز صغير. السايز الصغير فيه زيت اكتر؟ لا بتكون ال LDL. بديش تحكوا لي LDL، انا بحكي هلا عن اللي هي اللي حجمها كبير. ما بدي تجاوبوا لانكم باصمين، بدنا نجاوب لانا فاهمين. انا عم بقارنكم VLDL اول وحده بال HDL اصغر وحده. مين سايزها اكبر؟ هاي ال VLDL واضحه لانها كبيره. HDL الصغيره، سايز اصغر. طيب لو انا قارنت السايز بالزيت، بالزيت، الزيت قلنا لما نحطه على وجه المي بفرش، فسايزه بيكون اكبر. طب المنطق اذا نقلنا السايز على الشكلين هدول، مين سايزه اكبر؟ في ال دي ال. طب مين فيه زيت اكثر؟ برضه في ال دي ال. في ال دي ال شو اكبر؟ فيه زيت اكثر. طيب قلنا الزيت خفيف بيطلع على الوجه، اذا الدنسيتي تبعته، ما الدنسيتي كل ما تقل الواحد الاشي الدنسيتي تبعته بتكون كبيرة، بينزل لتحت على الجاذبية بقوة الجاذبية لتحت. هلا الزيت الدنسيتي تبعته قليلة فبيطفو فوق. طب هلا ال VLDL كونه فيه زيت كتير، الدنسيتي تبعته بتكون خفيفة ولا تقيلة؟ تقيلة. ليش تقيلة؟ لا خفيفة. لا بيطفو. اوكي اوكي مرة تانية يا جماعة، هذا فيه زيت كتير، ما دام زيت كتير هذا الزيت بيطفو على السطح، على السطح على السطح تبع المي. طيب ما دام بيطفو على السطح اذا الدنسيتي تبعته قليله، عشان هيك اجى الاسم فيري لو دنسيتي، في ال دي دي دنسيتي، ثابتين دي يعني دنسيتي، في ال فيري لو. فمنطق هو فيه زيت كتير، فيه ليبتس، فالدنسيتي تبعته خفيفه. طب لو قارنا ال HDL High Density، من وين جاي ال Density العالية؟ إذا هو قليل بالزيت، إيش اللي كتير بشو؟ بالبروتين. بالبروتين يعني أنا حكيت عنها، أنا لو جبت قطعة لحمة وحطيتها بالطنجرة بتضلها تطفى على السطح ولا بتنزل تحت؟ قطعة لحمة طبعاً بتنزل تحت. طبعا بتنزل تحت لانه الدنسيتي تبعتها عاليه وتقيله، بتنزل تحت، تمام؟ شايفين؟ يعني انتوا افهموها. فانا عندي طنجره اللي هو مي اللي هو البلد، عندي زيت، لما احط الزيت بطفو على السطح فوق لانه الدنسيتي تبعته قليله، خفيف، لو دنسيتي. لو جبت قطعه لحم بروتين بدها تنزل تحت، هاي دنسيتي، تمام؟ فانا كل ما امشي من في ال دي ال، كل ما امشي هيك الدنسيتي بتزيد ولا بتقل؟ إذا مشيت من VLDL ل IDL ل LDL وصولا بال HDL، الدنسيتي كل ما مشيت تحت، ما دام هذا VL Very Low Density، Intermediate Low Density، High Density، كل ما أنزل تحت الدنسيتي بتزيد ولا بتقل؟ بتزيد. بتزيد، كونه بتزيد الدنسيتي، والدنسيتي مربوطة بالوزن، وزن البروتين أتقل، إذا أنا كل ما أمشي لتحت بزيد اللايبو بروتين ولا بقل؟ البروتين ليفل بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد. 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 طب والليبتس بتزيد ولا بتقل؟ بتقل. 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 خلص احنا هيك فهمنا الكونسبت. فكل ما مشيت من فوق من الحجم كبير لتحت بتقل الدنسيتي؟ لا بتزيد الدنسيتي. بيزيد الليبتس؟ لا بيقل الليبتس.
بيزيد لي بروتين؟ لا بيزيد لي بروتين. نعم احاول اخربطكم مره ثانيه. كل ما مشيت من فوق لتحت السايز بيقل، البروتين بتزيد، الليبيدز بتقل، الدنسيتي بتزيد. يعني انا السايز دائما بربطه مع الليبيدز، السايز مع الليبيدز. كل ما زاد السايز بيزيد الليبيدز، كل ما قل السايز بيقل الليبيد. سايز مع ليبيد، الاثنين اللي بدي اربطهم الثانيين هي دنسيتي مع بروتين. كل ما زادت الدنسيتي بيزيد البروتين ليبيد. فالفي ال دي ال هو اكثر سايز اكثر ليبيد، اقل بروتين اقل دنسيتي. الاتش دي ال اقل سايز اقل ليبيد اكثر دنسيتي اكثر بروتين. مين عنده قدره يلخص اللي حكيناه؟ انا دكتوره. يلا هلا بالنسبه زي شغله العلاقات، يعني هل كل ما زاد السايز راح كل ما قل السايز راح يقل الليبيد، كل ما زادت الدنسيتي راح يزيد البروتين. فهلا عندنا ال دي ال هي اكبر انا بجيب هو ال بحكي لك فهلا هم مين اقل واحد فيهم راح يكون من ناحيه السايز؟ راح يكون ال اتش دي ال. اتش دي ال لوست سايز، لوست ليبيدز، هايست بروتين، هايست دنسيتي، صح؟ طيب حدا تاني يلخص لي كمان؟ شكرا يا خضرة. ضياء هلا دخلت، ضياء وينك عن اول المحاضرة؟ يلا يا ضياء لخص لي اللي حكيته، لحقته احنا بنشرح. شو يا جماعة؟ بدوش يحكي ضياء. طيب مين بده يلخص؟ مين حابب يلخص؟ حدش حابب يحكي؟ أنا دكتورة. يلا يا أرو. دكتور، العلاقة بين البروتين والليبيد عكسية، كل ما زاد البروتين بيقل الليبيد، والدنسيتي مربوطة بالبروتين والسايز مربوط بالليبيد. يعني كل ما مشيت من في ال ل في ال دي ال ل اتش دي ال شو بزيد شو بنقص؟ احكي لي. بتزيد الدنسيتي ها، وبزيد البروتين معها. ممتاز. وبقل الليبيد وبقل السايز. ممتازة. فانا قارنت في ال دي ال ب اتش دي ال، بس لو قارنت في ال دي ال باللي وراها دغري انترميديت، لاحظوا من في ال دي ال لانترميديت السايز صغر، اذا الليبيد قلت، اذا البروتين زاد، اذا الدنسيتي زادت. تمام؟ اذا فهمنا هذا الكونسبت الاساسي انا فهمت تقسيم من غير ما احفظ وحفظ. طبعا الاختصارات في ال فيري لو، انترميديت، لو، هاي، فهي بالمنطق فيري لو اكيد اقل دنسيتي من الانترميديت، انترميديت اقل من لو، ولو اقل من هاي. تمام؟ هلا احنا مخنا بالديزيزز مربوط بالال دي ال لانه وجدوا انه هو هلا الليبيدز يا جماعه انواع، كوليسترول وترايجليسرايد وفوسفوليبيدز. تمام؟ هذا الكور اللي جوا الليبيدز هاي تختلف، مش كله عم بيحمل كوليسترول ولا كله عم بيحمل ترايجليسرايد ولا كله عم بيحمل الفوسفوليبيدز، في تفصيلات انا ما راح ادخل فيها، بس اللي بيهمني انه ليش احنا دائما مربوط مخنا بالال دي ال واتش دي ال؟ يعني الفي ال دي ال ما بنسمع عنه كثير، لأن الـ VLDL فيه ترايجليسرايد كتير، ما فيه كوليسترول. يعني إحنا هون إذا بدي أحكي جملة، إحنا دايماً مربوط مخنا بالديزيزز، يعني إحنا بالأخير عم نحكي عن ديزيزز. هون لما أحكي أنا عن ديزيزز اللي هي زي الـ شو نحكي MI، زي الـ Cardiovascular Diseases، دائما لما بتسمعوا بالباثولوجي تبعهم بنحكي عن LDL، بنحكي عن HDL.
ايش بنصير في الفي ال دي ال لما بنحكي عن الباثوفيسيولوجي؟ ولا عملنا جب سوري سيره الاي دي ال ليه؟ لانه اول شيء بدنا نفهم نقطه انه الكور اللي جوا في ليبيدز، ما اختلفنا، بس الليبيدز برضو انواع. يعني اذا بدي احكي هون ليبيدز تايبس برضو انواع، في كوليسترول، في ترايجلسرايد، في فوسفوليبيدز. وجدت الدراسات انه الفي ال دي ال اوكي فيه ليبيدز كتير، بس اغلب الليبيد هي عباره عن ترايجلسرايد مش كوليسترول. دائما احنا الديزيز مربوط بالكوليسترول كونتنت، بالكوليسترول. الكوليسترول احد انواع الليبيدز، مش كل الليبيدز هي كوليسترول. الكوليسترول هي احد اهم انواع الليبيدز، تمام؟ هلا لو دورنا من بين هدول كلياتهم من اللايبو بروتين، نجد انه ال ال دي ال هو اكثر واحد فيه كوليسترول. الفي ال دي ال من الليبيدز اختار يحمل ترايجلسرايد. لا، ترايجلسرايد مش كثير باثوجينيتك، يعني ما بتاثر بشكل سلبي كثير. اللي بيهمني بشكل سلبي هو توتال كوليسترول. عشان هيك لما بدور بهدول بلاقي انه اكثر لايبو بروتين من هدول كلهم يحمل كوليسترول للخلايا هو ال ال دي ال. ال ال دي ال فيه 60-70% كوليسترول. عشان هيك دائما نحكي احنا بالديزيزز الكارديو فاسكولار ديزيزز نهتم بال ال دي ال لانه فيه كوليسترول. يا لو ال ال دي ال ما فيه كوليسترول كان ما لقيتي هو في جينيسيس تبع الديزيزز، تمام؟ طيب ال HDL بالمقابل فيه كتير بروتين، فأنا ال LDL هذا السيء ما بحب، اللي ما بحبه ما بلاقي فيه، فيه بروتين هاي دنسيتي، بروتين لايبو بروتين. ليش بحبه هذا؟ بزي المكنسة، شو بيعمل؟ وين ما بلاقي كوليسترول بالخلايا، بالخلايا بحملها وبكنسها وبرجعها to the liver. فهو فعليا removes كوليسترول من البريفرال تشو لمين؟ للليفر، برجعه للمصنع الاصلي. هذا ال LDL العكس حضرته، بتحول باخذ الكوليسترول، بيكون مشبع بالكوليسترول، باخذه from the liver وبروح وين؟ بحط لي اياه بالخلايا to the tissue عن مرور الوين بالبلد فيزلز، فبضل ملزق بالبلد فيزل. عشان هيك انا ما بحبه. ال HDL لا، هذا بيضل ماشي زي المكنسه، زي الايش العسكري، زي البوليس. وين ما في بكون ماشي بالبلاد، وين ما في كوليسترول بيحمله وبرجعه على الليفر، بيرجع بيمشي بالبلاد بين التشو، بيلاقي كوليسترول زايد بيرجع برجعه على الليفر. فهو عامل زي المكنسه، عشان هيك احنا بنحبه، كل ما زاد بنظف الخلايا من الكوليسترول الزايد. اوكي يا جماعه، هاي يعني مقدمه بسيطه عن الموضوع. الليبيدز بي ال، السايز بي ال. هلا احنا فعليا بالبراكتس او بالباثو في فيسيولوجي تبع الديزيزز بنعمل هايلايت لل ال دي ال اكثر شيء. ما بنجيب سيره ال في ال دي ال ولا اي دي ال، عمرنا سمعنا اي دي ال وهم بيحكوا عن الباثو في فيسيولوجي تبع الام اي مثلا. ليش عم بيحكوا عن ال دي ال اكثر شيء في الـ في الـ في الديزيزز؟ شو رايكم؟ دكتورة، لأن ال LDL يكون بكوليسترول أكثر من الترايجلسرايد. يس، ممتاز يا حسين، شكرا. يعني إحنا قلنا هون الكور، وين الكور؟ هون اللايبوبروتين، قلنا الكور جوا ليبيدز، بس برضو الليبيدز أنواع، في كوليسترول، في ترايجلسرايد، في فوسفوليبيدز. من هدول أنواع الليبيدز الكوليسترول هو أساس البلل اللي بيعمل لي الديزيزز. طب احنا لو شفنا على اللايبوبروتينز، مين اكثر لايبوبروتين فيه كوليسترول؟ هو ال دي ال. 60-70% من الليبيدز كور اللي جوا اللايبوبروتين اللي اسمه ال دي ال هو كوليسترول. عشان هيك احنا ما بنحبوش. زاد ال دي ال معناه زاد الكوليسترول في الارتريز، عكسه ال اتش دي ال. اتش دي ال ريموفز، اتش دي ال بيعمل زي المكنسه، بدور هيك بالبلد فيزلز، وين ما في كوليسترول زايد باخده وبرجعه وين؟ على من البريفرال تيشو، يعني من الاجزاء، من التيشو بالاجزاء الجسم مختلفة، برجعها على الليفر. عشان هيك بيعمل زي المكنسة، واحنا بنحب انه يزيد. وبالتالي ال دي ال ايش بنسميه؟ باد لايبوبروتين. والكوليسترول اللي هو سوري HDL ايش بسميه؟ good
لايبو ها؟ طيب نيجي هلا نرجع على الديسلبيديميا أو الهايبرليبيديميا التسمية السابقة. الديسلبيديميا defined as elevated بالتوتال كوليسترول. طب أنا قبل الإليفيتد أنا لما أروح على اللاب على المختبر وأطلب ليبيد بروفايل، إيش الأشياء اللي أصلا بيعطوني إياها بالليبيد بروفايل؟ هل كل اللاب بروتينز بيطلعوها؟ عمركم تفحص ليبيد بروفايل؟ LDL شو كمان بيعطيني المختبر فحص HDL صح بتطلع والكوليسترول والتوتال كوليسترول والترايجليسرايد بس هدول اللي بيهموني وهدول هم اللي بيطلعوا بالليبيد بروفايل. طيب تتوقعوا اذا ال LDL يكون عالي ولا قليل إذا هو في مشكلة؟ رح يكون عالي. أعلى من 200؟ إيه شو؟ أعلى من 200؟ بعدين بنحكي إحنا ال cut points بس خلينا نحكي إنه عالي. ال HDL قليل. قليل. total cholesterol عالي والترايجليسرايد عالي. تمام. فتعريف اذا الديسلبيديميا هو زياده في التوتال كوليسترول، زياده بالال دي ال، زياده بالترايجليسرايد ونقصان بالاتش دي ال. كومبينيشن اوف ذيس ابنورماليتيز ايش معناه؟ يعني مش ضروري يجيني واحد كل ما واحد لحتى شخص ديسلبيديميا لازم كلياتهم يكونوا خربانين عنده، لازم ال دي ال عالي والاتش دي ال واطي والترايجليسرايد عالي والتوتال كوليسترول عالي، واحد منهم على الاقل ممكن كفيل انه يحكي لنا عنده ديسلبيديميا. يعني ممكن الاقي واحد عنده توتال كوليسترول عالي والباقي كله نورمال، ال دي ال عالي والباقي كله نورمال، ترايجليسرايد عالي والباقي كله نورمال، اتش دي ال واطي والباقي كله نورمال. ممكن الاقي واحد عنده اثنين من كلهم، ممكن الاقي واحد عنده ثلاثه، ممكن الاقي واحد عنده الاربع اشياء مش نورمال. تمام. فالديسلبيديميا هي على الاقل ابنورماليتي بواحد منهم، وبالتالي كونه الديسلبيديميا يزيد بتوتال الكوليسترول، اذا نقصان التوتال الكوليسترول بيحسن المورتاليتي ريت وبيقلل كارديوفاسكولار ديزيزز. نقصان ال LDL مو الكوليسترول اغلبه بال LDL بيحسن المورتاليتي ريت وبيقلل الكارديوفاسكولار ديزيزز. نيجي على الترايجليسرايد. فعليا من وين جاي انا من وين جاي الكوليسترول بياكلي؟ كوليسترول كلينيكال بايو كم؟ شو من وين انا باخذ كوليسترول من الجسم؟ كوليسترول ممبرين صح؟ انتوا ماخدين كلينيكال بايوكيم، ماخدين باثوفيسيولوجي، ماخدين الاشياء هاي الكبد. طيب يعني انتوا عم تعطوني كلمات متقاطعه، يعني المفروض نكون اوضح من هيك. يعني الكبد معناها اندوجينس، يعني حتى الواحد النباتي مش النباتيين برضو عندهم كوليسترول في جسمهم. من وين جاي الكوليسترول؟ اندوجينس باثوي، يعني من وين؟ زي ما حكيت من الكبد. الكبد بصنع كوليسترول حتى لو ما اجا من برا. طب اذا يعني من برا، من برا يعني من اكل اكسوجينوس، شفتوا اكل مليان بالكوليسترول زي ايش؟ في اكل مليان كوليسترول، الزيت والسمنه والزبده. دكتور الفاتي فود. ايوه الفاتي فود بالضبط، هذا اكسوجينوس باثوي. فأنا ممكن أخذه من الإندوجينس إنه الليفر بيصنعه، وممكن من الإكسوجينس. هلا لما نيجي على الليفر بيصنعه، الجلوكوز بتحول لترايجليسرايد، والترايجليسرايد بتحول لكوليسترول. يعني واحد مش عايش إلا على الخبز، فكركم ما فيه مثلاً أو على السكر أو على أي شيء، يعني بس بياخذ هاي اليونت كل الجلوكوز.
لما بيزيد عن الليفل تبع الجلوكوز عن حاجة الجسم بتخزن زي الترايجليسرايد، والترايجليسرايد بيحول لكوليسترول، والكوليسترول عاد بيعمل الهرمونات يعني فكرة الكوليسترول اللي هو إشي كويس في الجسم. إحنا مشكلتنا إذا زاد عن حده، يعني هلا كل الهرمونات أغلبها في بالستركشر تبع الكوليسترول. الفيتامينز هاي فيتامين دي وفيتامين الكي وهدول الأشياء، الفيتامينز فيها كوليسترول، السكس هرمون فيه كوليسترول، كل خلايا الجسم بحاجة للكوليسترول للبناء تبعها. فالكوليسترول إشي ممتاز بحاجة إله الجسم، بس إحنا مشكلتنا عاد وين؟ إذا زاد الكوليسترول عن الليفل الطبيعي، تمام؟ هون ببلش في عندنا مشاكل. من هون جاي ترايجليسرايد، يعني كيف ترايجليسرايد بده يلعب دور باللبيديميا؟ ترايجليسرايد زيادته بتحول لكوليسترول. طيب ديسلبيديميا ليش هو كديزيز احنا لازم نفهم عليه عنه؟ لانه هو كوز اثيروسكليروسيس. هلا حنشرح شو الاثيروسكليروسيس او اذكركم فيها، احنا حكيناها بالباث، تمام؟ ولما بصير عندنا اثيروسكليروسيس بصير عندنا الاذر ديزيزز، كوروناري هارت ديزيز. ايش الكوروناري هارت ديزيز؟ زي ايش؟ coronary heart disease. شو رأيكم؟ شو في عنا coronary heart disease؟ سمعتوا عنه؟ stroke لا، stroke مش coronary، stroke هي هون cerebral. MI بالضبط، هي الستروك يا حمد يا يزن. stroke في البرين. لما نحكي coronary heart يعني مشكلة في القلب نفسه، بس بشرايين القلب مش بعضلة القلب. يعني احنا هلا شرحنا مشكلة بعضلة القلب كانت الهارت فيلير، هلا مشكلة بشرايين القلب زي ما حكينا ام اي، صح؟ شو كمان؟ انجينا، سواء كان ستيبل او هاي هي كورونري هارت ديزيز. اذا المشكلة بشرايين الدماغ بنسميها الستروك. مشكلة بالفيزلز تحت بالرجلين وبال extremities بنسميها peripheral vascular disease، تمام؟ فالديسلبيديميا بيعمل لي اثيروسكليروسيس، والاثيروسكليروسيس بيعمل لي هاي الكونديشنز. كل 1% increase in blood cholesterol بنزيد الريسك للكوروناري هارت ديزيز بنسبه 1-2%، تمام؟ HDL بالعكس علاقته عكسيه، يعني هون علاقه نقول طرديه، علاقة طردية بين مين؟ بين ال LDL أو الكوليسترول ليفل وبين ال coronary heart disease. كل ما زاد ال LDL والكوليسترول بيزيد ال coronary heart disease. ال HDL علاقة عكسية، كل ما زاد ال HDL بتقل الريسك لل coronary heart disease. علاقة عكسية، كل ما زدنا ال HDL بده يقل الريسك للكوروناري هارت ديزيز. شايفين كل ال 1 وبالعكس، كل ما قل ال HDL بده تزيد الريسك اوف كوروناري هارت ديزيز. كل 1% ديكريز ان HDL ليفل بده يزيد الليفل بالكوروناري هارت ديزيز، وبالعكس صحيح، كل ما زاد 1% من ال HDL بدها تقل الريسك اوف كوروناري هارت ديزيز. عشان هيك بنسميها علاقه عكسيه. خلينا نذكر هلا كيف بصير الاثيروسكليروسيس. احنا كلياتنا اول ما ننولد هاي البلد فيزل تبعتنا، اول ما ننولد، وهذا هيك خط الزمن، تمام؟ هذا خط الزمن. فاول ما بننولد البلد فيزلز كلير سموث، وانا بسميه البلد بتزحلق زحلقه جوا البلد فيزلز، ما في على الجدران الداخليه للبلد فيزل اي شيء متكوم، اي شيء متراكم، اي شيء ملزق، لأنه لساتها فريش. بمرور الزمن، هاي الأسهم معناها الزمن عم بمر، إيش بتبلش؟ فاتي ستريكس، يعني بتبلش شوي الفاتي، الكوليسترول، الـLDL، الفاتي مويتيز تتلزق وين؟ على جدار البلد فيزل من جوا. مع الوقت عم بيزيد الفاتي، عم بتزيد. طيب شايفين هون؟ من هون يا جماعة ببلش يصير عندنا مشكلة. انتوا بتتخيلوا لو قيمتوا هاي الفات كور،
اللي هي الاثيروسكلوروتيك بليك، هاي نسميها اثيروسكلوروتيك بليك، فيها فاتي كور ومغطيه بفايبرس تيشو. المهم هذا الكره الدهنيه خلينا هيك نسميها. قديش مسكره من البلد فيزل؟ قديش فكركم هاي مسكره من البلد فيزل لو قارنتي هاي في هاي؟ 50% والله اكثر، 70% يعني قول 50-70%. 50-70% هون ببلش يصير عند المريض سيمبتومز، هون بس ببلش عند المريض سيمبتومز. ايش يعني معنى انه هون ببلش يصير عند المريض سيمبتومز؟ اذا المريض ممكن يكون بهاي المرحله او هاي المرحله او بدايه المرحله هو ايه سيمبتوماتيك وما بنعرف عنه وما عنده سيمبتومز، واللي بتساعد بتتكون واحنا مش دارين عنه. متى بصير عنده سيمبتومز؟ متى بيروح على الدكتور؟ متى بياخد ادويه؟ بهاي المرحله بتكون ايش الامور استفحلت. يعني لما نحكي بلد فيزل 70% مسكر معناه انه الوضع مش كتير مطمئن. مره تانية طول ما احنا ماشيين هيك، يعني انا بصراحه انتوا كطلاب وانا معكم، من الفاست فود اللي ناكله، من سيدنتري لايف ستايل دائما قاعدين ما بنلعب رياضه، في جزء منكم سموكرز، بتخيل انتوا ولا واحد فينا احنا هون، ولا يمكن هون، احنا يا هون يا هون. فالوضع مش 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 سهل. بس كونه احنا اسيمتوماتيك بهذه المراحل ما بعرف على حالنا فعليا. احنا بس بيكتشف اذا عملنا ايش كات وفتش بالبلد فيزل، وقعدت ادور قديش المفتوح من البلد فيزل، يعني انفيسيف بروسيجر. اذروايز ما في طريقه اعرف انا قديمه هون ولا هون ولا هون. لما اصير هون بصير عندي سيمبتومز، فبكون عارفه اه هي طلعت مسكر 50-70%. بس مراحل مسبقه ما بنعرف. فكل ما انا كنت هيلثي، كل ما انا كنت ماشي اكل صحي، كل ما انا بلعب رياضه، نان سموكر، الستريس برضه، الليبتس عندي كلها مظبوطه، انا برجع رجوع بكون يا هون يا هون. بس كل ما انا كنت، انت كل واحد بيعرف حاله قديش باكل فاست فود، قديش باكل مقالي، قديش بلعبش رياضه، قديش سموكر، قديش ستريسفول كونديشن، دائما ستريس، سموكر، فاست فود، هذا كله يا هون يا هون انت. فكل واحد ممكن يقيم حاله بناء على اللايف ستايل تبعه. المهم فهون بهاي المرحله بنسميها مرحلة 50-70% نسميها exertional angina، اللي هي stable angina، اللي بتيجي angina مع الاكسرسايز. لما بعمل شوية بمشي شوي بيجيني chest pain. طيب المرحلة اللي وراها اللي هي الأخطر، هذا اللي بدكور لهلأ قبل الأخطر، فاهمين علي لهلأ كيف المراحل مشيت؟ واضح كل شيء هلأ؟ واضح دكتور. طيب نيجي هلا هون هاي المرحله، هاي اخطر من هاي. هاي ايش بصير يا جماعه؟ انا ايش قلت لكم؟ هذا ليبيد كور، يعني منتصف فيه ليبيد ومغطى بفايبرس تيشو، يعني هذا كله مغطى الليبيدز، يعني زي كتله بس مغطيه. هي على فكره هي فعليا عم بتصغر حجم الارتري، بتسكره او بتخلي فيه تسكير 50-70%، بس بنفس الوقت سايلنت، يعني مسكر عليها. وين بتبلش المشكله؟ لما بيفتحه هذا الفايبرس، الغطاء ممكن طرفه يفتح. هون ايش بصير؟ مشكله المشاكل. خلينا نيجي هون، هاي الصوره بتكون اوضح. اذا ايه هون؟ هو النورمال بلاد فيزل، زي لما بحكي هون هاي نورمال بهذا بالطول، هاي نورمال ايه بالعرض، هاي اللومن كله مفتوح، البلد فيزل من جوا ما في اشي مسكر عليه. مين فاتح المايك؟ سكروا المايكات يا جماعة. ما في اشي مترسب بالجدار من داخل، هذا نورمال كوروناري ارتري. شو يعني كوروناري ارتري باي ودوي؟ شو يعني كوروناري ارتري؟ هو أكبر كورونري أرتري الأورطة، بس كورونري أرتريز هي الأرتريز الشريان الشرايين اللي بتغذي نفس عضلة القلب. هلا الأورطة بيغذي القلب وغيره، بس أرتري كورونري أرتري هي الشرايين التاجية اللي
يعني الأول طبعا مش كورونا أرتري، هو ده the biggest artery، بس هو بيطلع منه الكورونري أرتريز اللي بتغذي عضلة القلب. طيب فهي هون A يعني normal يعني healthy يعني ما في أي مشكلة. نيجي عند B، هاي الكور lipid core ومغطى بفايبرس كاب، هاي هون هاي هون مغطى هون مغطى وهون مغطى وهون مغطى، بس ايش بيختلف هيك 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 عن انه الكور بيكبر حجمه. فهاي اللي بتكور، هاد اللي بتكور اللي جوا الداخل مغطى بفايبرس كاب، غطاء هيك فايبرس، مسميه ستيبل اثيروسكلوريتيك بليك. ستيبل معناه انه مش مفتوح طرفه، لانه لما يكون مفتوح طرفه هلا بنشوف المشاكل. هاي المرحلة بسميها ستيبل انجينا، شايفيها ستيبل انجينا، هي مرحلة بي ستيبل انجينا، تمام؟ هاي مرحلة بي هي الستيبل انجينا. وين راحت؟ عنده بي هي مرحلة ستيبل انجينا. شو تعرف ستيبل انجينا؟ وجود ستيبل اثيروسكلوريتيك بليك، اثيروسكلوريتيك يعني ليبد، بليك معناها انه عليها غطاء فايبرس ومسكر عليها. نيجي عند سي هلا، مرحله سي بنسميها بدايه الاكيوت كورونري سيندروم، يعني هون بتبلش اول خطوه بالام اي اللي هي الجلطه القلبيه، الجلطه الرسميه. هذا مش جلطه، هذا لسه مو جلطه، هذا بس في تسكير 50-70% من البلد فيزل، بس ما انجلط لسه. هون سي هي أول خطوة بالجلطة. شو بصير؟ الفايبرس كاب اللي حكينا عنه بفتح، بصير عندنا بليك فيشر، بليك رابتشر، بليك ديسربشن، كله نفس المعنى، إنه هذا الكاب بفتح. أول إشي بتحفز بعد ما الفايبرس كاب بفتح هي بليتلتس. كيف لما الواحد بنجرح؟ تذكروا الباثوفيسيولوجي كيف الستبس تبعت الجرح؟ نفس الشيء، أول خطوة بتحفز البليتلتس. نعم سترين الكلوت، هي الكلوت آخر مرحلة، بس أول خطوة بيصير عندنا بليتلت أجريجيشن، بتجمعوا البليتلتس. إيه البليتلتس هيك بتحشر منخارها بكل فتحة بالجسم، زي ما بتحشر منخارها لما بنجرح أصبعك. هون بتفترض إنه هذا الفايبرس كاب انجرح، فبتيجي البليتلتس تتجمع بليتلت أجريجيشن، بعدين بليتلت فور ادهيجن، بعدين بيكبر عدد البليتلتس، بعدين بصير عندنا ثرومبس فورميشن. يعني هاي الستيب وايز، اول شيء بليتلت ادهيجن، بليتلت اجريجيشن، بعدين ثرومبس فورميشن. ثرومبس هي الكلوت، هي الجلطه. فاذا هاي الجلطه سكرت لي كل البلد فيزل بسميها ام اي، اذا سكرت وضل بس نتف مفتوح يا دوب نتفه بسميه unstable angina. فالunstable angina اليوم شحطة قبل الام اي. اذا مرة تانية، ايه هو النورمال او الطبيعي؟ بي بتكون ليبيد كور مع فايبرس كاب، تمام؟ هذا اللي بت... كور كل ما كبر يوصل 50-70% بلش السيمبتومز. لو كان أقل من هيك يعني هون 1-2-3 ما بيكون فيه سيمبتومز. هاي مرحلة البي بسميها الستيبل أنجينا. سي هي أول خطوة بالجلطة اللي هي أكيوت كورونري سيندروم، بصير عندنا فيشر بليك، هاي الأثيروسكلوريتيك بليك بطلت ستيبل، صار فيها فيشر. فيشر يعني خزق أو جرح أو مش عارف شو اسم تاني، خرم او شيء زي هيك. بليك فيشر رابتشر تفتح، فباول خطوه بعد ما تفتح بتصير بليتلت ادهيجن، تتجمع البليتلت بتسكر الجروح اللي صار، بعدين بليتلت ادهيجن، بعدين بليتلت اجريجيشن، يتجمعوا بليتلت بليتلت، بعدين بصير ثرومبس فورميشن كلوت. هاي الكلوت عاد بنشوف قديش سكرت بالبلد فيزل. اذا سكرت كامل البلد فيزل بسميها ام اي مايوكاردال انفاركشن. اذا سكرت تقريبا 99% 98% معناها مش 100% معناها انستابل انجينا. طيب شو هذا كله علاقته بالديسليبيديميا؟ هون العلاقة، انه اول خطوة، اذا اخر خطوة حوصل فيها ام اي، بس لو رجعت رجوع
أول خطوة هي كانت اللي بد كور، اللي بد ديبوزيشن، اللي بد إنه يتجمع على البلد فيزن من جوا. هذا أساس المشكلة اللي هو الأثيروسكليروسيس أو الديسليبيديميا. واضح يا جماعة هذا الباث فيسيولوجي، لأنه هذا نفسه بدنا نشرحه بالكورونري هارت ديزيز، أو أعيده لأنه خلص هيك انشرح. بكرة بدنا نحكي عن كورونري هارت ديزيز، عن الام اي والستيبل انجينا، هذا هو نفس الباث فيسيولوجي. واضح كيف ماشي؟ واضح دكتورة. فيش إلا إسراء عم تتفاعل معي بيزا. وين واضح دكتورة. طيب إذا هون إذا الديسليبيديميا تلعب دور من هاي، من أول خطوة. لو ما في ليبيد كور، لو ما في ديسليبيديميا، هاي كل الخطوات هاي مش موجودة. بتضلنا باللومن النظيف اللي ما فيه اللي بتس من جوا. طيب هلا الديسليبيديميا احكي. دكتور سر بنجي نحدد فكر من F. أي واحد نقدر نحكي عنه عن الستيبل أنجينا؟ هذا F. F وشوي مفتوح هو الأنستيبل. F ومسكر كله هو MI. يعني أنا لو بدي أسألك سؤال، هاي تتخيل هاي هي F، هاي أنت إيش بتصنفها؟ أنستيبل ولا MI؟ شوف طلع عليها. MI دكتور. الماي كلها مسكرة، كلها مسكرة. بس لو شفنا الإف هاي من هون، أنا بتخيل هاي أنستيبل، لأن هاي فيها نتفة مفتوح لسه. تمام. لو في وراها جي بتلاقيها كلها مسكرة، بتكون الماي. طيب ثاني شو بدنا نحكي عنه؟ الديسليبيديميا زي احكي لي. هلا ممكن الفين يصير فيه لبد ديبوزيشن؟ ايش هو؟ الفين. الفينز؟ لا أغلب الليبيد ديبوزيشن بالأرتريز. بالأرتريز، أوكي. بصير بالفينز، بصير بس مش زي درجة الأرتريز، عشان هيك بنسميها كورونري أرتري ديزيز. حتى هون بالستروك هي سيريبرو فاسكولار ديزيز، هي بالكاروتيد أرتري. الكاروتيد أرتري هذا اللي بالبرين. برضه هذا أرتري. بهي بالبريفرال فاسكولار هاي فين. بس برضو نسبتها كتير قليلة إذا قارناهم بالأرتيز، الأرتيز أكتر فيهم. طيب هلا الديسليبيديميا تذكروا بالهايبرتنشن صنفناه برايمري وسكندري. شو لو قارنت الديسليبيديميا بالهايبرتنشن؟ مش هايبرتنشن برضه قلنا له في برايمر وفي سكندري. شو كان البرايمري هايبرتنشن؟ with cause ولا with unknown cause؟ unknown cause كان دكتور. طيب والسكندري كان في سبب يعمل لنا هايبرتنشن. نفس الشيء الديسليبيديميا. الديسليبيديميا البرايمري هو جينيتيك ديزيز. في ناس خلقت الله بالجينات تبعتهم عندهم ديسليبيديميا جينيتيك ديزيز، او بنسميه فاميليال. هذا يعني من يعني وراثي، يعني الأب يكون عنده فاميليا الديسليبيديميا والأم والولاد. حتى اللهم عافينا يعني بلاد تبعهم لو أجيب عينة الدم تبعهم تكون لونها أصفر من كتر ما فيه لبدس. تخيلوا؟ مش عارف أنا مرة حطيت صورة بلاد فيزل لعيبها. يعني البلاد لو أخذ عينة الدم منهم هدول فاميليا بلاقي نص لونه أصفر من كتر ما فيه لبدس كوليسترول مجمع بالبلد. تمام؟ فهدول برايمري وفاميليال، وهدول لو بيرسنت، يعني كميتهم قليلة، 1-2% من كل حالات الديسليبيديميا ممكن تكون ايش؟ برايمري او فاميليال. اغلب الديسليبيديميا اللي بنشوفها بين الناس هي سكندري كوز. سكندري لايش؟ شو رأيكم؟ لللايف ستايل اللي حكيناها، لللايف ستايل. طيب شو في باد لايف ستايل؟ الدايت سيء، السيدنتري لايف ستايل ما عم نعمل فيزيكال اكتيفيتي، سموكينج يزيد ريسك انه الليبيدز تتجمع جوا البلد فيزل. شو كمان؟ اوبيزيتي. شو هو؟ اوبيزيتي. اوبيزيتي. اوبيسيتي.
وبس الريسك يس، بس ممكن ناس ضعاف يكون عندهم ديسبلينيا، مهمه هاي الاوبيسيتي ريسك فاكتور صح للديسبلينيا، بس ممكن نلاقي ناس ضعاف وعندهم ديسبلينيا، هاي اللي بحكي لكم مش كل، وممكن ناس كتير اوبيز ما عندهم ديسبلينيا وناس كتير ضعاف وما عندهم، ما يعني مش ضروري كل واحد ضعيف بدون نقيس اللي بده بروفايل، يعني مثلا الضعاف وما عندهم وعندهم ديسلبيديميا على الاغلب اكلهم مش كويس بالمرة، دائما دائق في اللحمه وبالهبر وبالليه وبالقصص هاي، تمام. اذا هذا الاستاد معناه انه انا عندي برايمري، هذا برايمري يعني جينيتك، ما الواحد يعني اوكي يعني من ربنا هذا جاي الجينيتك او فاميليال ديزيز، اغلب الكيسات هي سكندري ديسلبيديميا. بدي اشرح بس البرايمري اليوم، هاي البرايمري بسميه فاميليال ديسلبيديميا، تمام. إله دخل بالجينات، فالهوموزايجوس يعني الجينين عنده مشكلة، هيتيروزايجوس واحد، يعني تخيلوا قديش نسبتهم، واحد بالمليون، يعني كل 100 واحد كل واحد مليون بني آدم في عنا واحد ممكن يكون عنده فاميليال هايبر كوليستيريميا. حتى الفاميليال هاي في إشي هايبر كوليستيريميا يعني بس الكوليسترول عندهم عالي، في فاميليال هايبر ترايجليسرايد، هاي فاميليال هايبر ترايجليسرايد، ترايجليسرايد عندهم عالي، في فاميليال الفا لايبوبروتين اللي هي هذا اللايبوبروتين، هذا لايبوبروتين الفا هو العالي، يعني هاي جينيتك ديس اوردر، جينيتك ديس اوردر هيك بنسميه. قديش نسبتهم بالناس؟ كتير قليله، حتى والله النسبه قليله كتير قليله 0.1% او حتى 0.01 يعني، خلينا بلاش انا اتوقع نقول لو بيرسنت افضل، بس فعليا هي على الارقام بقول لك كل واحد بالمليون، واحد بال 500 واحد بالألف، يعني نسبتهم كتير قليلة، تمام. المين كوز هو جينيتك، جينيتك بروبلم. السكندري اللي حنحكي عنه فيه كوزز، شوفي عندنا كوزز هاي دراجز دايت ديزيزز، هذا كله بنحكي عنه المحاضرة الجاي، تمام. حدا عنده أي سؤال لهلأ؟